درك يدينا بسكل بخير. اليوم عندي واحد ضيف اللي هو هدرت عليه في واحد الفيديو ديال The Walking Zombie اللي هو ادم. ودخلتي سيتي ادم لوه. مهم تقول لي انا سميتي امين الحرش وسميتو ادم لوه من عائلتي. مهم في قفو السوسيس وهذا المكان وهذا جايبني برا باغي ندير معاه فيديو. مهم ورا انت قلت لي اصلا ما كنتش ندير كذاب. انت كذاب. مهم والله انت كذاب. مهم دابا رد عن داو الاسئله بالسؤال الاول. لا قال شنو هو افضل اخ واخت؟ ما تقول سميته نقول الاخ الكبير الاخت الكبيره. الاخ هو ما نقدرش نقولوا عنده موتور بلا نقول بينو بين متوسط. هاد الدري متوسط كبر مني انا وواحد كين كبر منه ولكن هذاك المتوسط احسن اخ عندي في خواتاتي. او خواتاتك وحده كبيره وزوج صافي عرفتها هي كبيره. مهم السؤال الثاني وادا لا قالوا لك تبدل العائله ديالك عائلتك ما كرهتش كون كانت كدار بغيت كنجاوبك صاحبينا كنت تمشي اش طيب. المهم لا قالوا لك تدخل في شي لعبه الفيديو شنو تختار؟ لعبه فيديو لعبه فيديو اختار بينا فوتبول شي حاجه فهمتي فيفا هذا ما كان. دابا سؤال ثالث لا قالوا لك تكون تمشي بشي طريقه زعما كان تنقز ولا تمشي في هكا ولا تبقى غادي في حالك زيكزاك شنو تختار؟ زيكزاك 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 غادي تموت زيكزاك جديدي وطيح تقدر تطيح تموت وانا سايق الموتور تاع على هكا كنتمشى. انا بقول لي شنو تختار نقيز ولا زيكزاك ولا شنو ولا من الخط نقيس تنقيز راه غادي يخففك في نفس الوقت راه ما يدير لك حتى ضرر واخا ما بقيتش نقول صافي. المهم قلت لك زيكزا ما بغيتيش. المهم ولا سولتك حتى قلت لي لا وما قبلتيهاش. المهم دابا السؤال الرابع الوقيله لا قالوا لك خليني ندير واحد الحاجه صيوره شنو واحد الحاجه اوكي هذا الفيديو هذا الفيديو تاع اسئله مره شيه فيديو غيكون طويل مطرطق فهمتي شي مره فهمتي غنولي ندير لايفات ونولي ندير اكبر والله راه خاصني نفوت 50 ابوني وراه بقيت كنقول لهم في الفيديوهات الدراري الهدف ديالي هو 50 ابوني حتى معاك دير 50 ابوني. واحد الحاجه بغيتي تقول لي انا سمكه انا سمكه انا سمكه انا سمكه لا هذيك لا قلتيها لا بان لا قلتيها في تيك توك ولا في شي بلاصه يدخلوك الحبس والله قالوا الاخبار قالوا الاخبار انا ما عرفتش علاش. شو مهم انا اللي قلت لكم احد هذا الفيديو على اسئله مرة جاي شي حاجه وانا عندي خايبه فهمتي بلا ما نقول جزء السؤال التالي اوك ما نكذبش معاكم انا ما نكذبش ونجيب لك حتى اختي تشي انا بغيت نقول لك ماشي بوحدك ماشي غير واحد اللي كيتفرج لا العالم العالم كامل. مهم السؤال التالي لا كنتي باغي تكون شي جماد شنو شي جماد اي جماد بلا شنو جماد من الحوايج ولا ملاش اي حاجه من الحوايج نقول من الحوايج واللي بغيتي. مهم ما خصش نقول من الحوايج واحد الحاجه لا 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 انا عرفتي علاش كاين سؤال الدريات فوق ولتحت فهمتي باش يشوف واحد الحاجه القاصورة ناشط ودابا كمل هذا المخ كمل الأسئلة. السؤال التالي لا قالوا لك تكون شي بنت ولا ولد ولا خنتا ولا خنتا خنتا يعني ولد وبنت ولد صح وتا اصلا ولد انا ولد ما بغيش نكون خنت. مهم دابا لا قالوا لك شي نهار تكون شي حاجه في الاماكن بحار غابه رمله جزيره شنو تختار؟
بحر بحر عرفت ليش. مهم سؤال التالي بلاتي بلاتي ادم دابا لا قالوا لك تكون شي لا قالوا لك بحر بحر ورا صافي راه قلتها دابا لا قالوا لك تكون غادي في الطريق وتلاقى مع شي جن او تكون غادي في الطريق وتلاقى مع شي تلاقى مع شي جن ضرير ولكن ماشي شرك بالله جن ضعيف ولا تلاقى مع شي جن طريف بعنا هادي راه حازم بينا اي واحد واخا يكون مع شكون نسطيه بيل يقول لي المهم السؤال التالي اخوة غندو واحد الفيديوهات مطرقين في هاد الايام قال لي عرفتي شنو قال لي الدراري ما لقيتش حينا بعدك قول لي على ديك اي لحظه قول لي امي ديك فاش تات قلت لك ياك دابا كنت غادي ديكالا اواي طيح لا باش كنشوف الدار الله دابا انا بحال شي كنا لعبنا اللي كيعرف هاد اللعب كتكون هزاك كدير هكا فراق داتي يلا بسلامة انا كنت كنضحك معاكم انا ما نسالوش الفيديو دابا ولكن بغيت نسول واحد السؤال غادي يصدمك لا قالوا لك تكون اب ولا ام ديالك اب ولا ام تكون اب راه بين العيال الدري واش تحول الجنسيه ولا تكون بنت عاديه شنو تختار مهم بلاتي مهم الدراري كملوا دابا لا قالوا لك تكون شي حيط ولا ارض حيط ولا الارض شنو تختار بيش حيط ماش وانت خلي عفو عليك خلي الباب محدود بين راهو راسك كمل كمل مهم الدراري السؤال الاخير